طب عايز احصر الاعمده بقى الخطوه اللي جايه، وانا رايح احصر الاعمده، الاعمده بتاخدها من انهي لوحه؟ حذاري تاخدها غير من لوحه من اللوحتين دول، يا محاور واعمده يا اساسات، اوعى تاخدها من لوح الاسفل. ليه؟ ربما، لا يا ريت القصاب، ربما يكون الراجل الديزاينر اللي عمل المشروع نسي يشيل الاعمده بتاعت المعماري من على الاسفل، عشان انا كنت مظبطها لكم عم كده الحصه. ايه يا جماعه في حصه الايتام مش كنا شلنا العمدان وحطينا عمدان جديده؟ ممكن بقى هو ينسى يعمل الحركه دي، فتروح انت تحصل وراه الاعمده اللي موجوده بقى في اللي فوق دي كلها مين؟ معماري، مش هتفيدك بشيء. واضح انا قصدي ولا مش واضح؟ طب تعالى كده خد رايكم في حاجه، ده عامل عمود ازاي؟ ايه ده؟ ايه الانشائي ده؟ دي مش طلب انشائي، دي طلب معماري، نعمل العمود كده. ليه؟ اضرب عينك انت هنا اهي اهي، هو مش ده قلب استقبال؟ البرنس لو عمل العمود ده مربع هيضرب استقبال خالص، هيبقى شكله وحش، فحب ياخد دي لطش مع الحيطه اللي هتبقى هنا. طب تسليحه ايه؟ يا عم ما احنا قلنا بديكوا لوح وبرضه مصممين ما تفتحوهاش. اهو يا باشمهندس تسليحه اهو، ولا تفريد كناته اهي. عيش انتوا بقى. خلاص؟ احصر الاعمده. هحصر الاعمده ازاي؟ حد يمليني لير ايه؟ لير ايزوليت. رحت نختار الاعمده بالكامل اهي، واقول له ايه؟ كابي، واطلع بعيد هنا كده واقول له لير مين؟ بريدس. عايز دول بقى اجيبهم ايه؟ لو قلنا ارتفاع الدور الارضي 4 متر كده، انا كده لو وقعت في مين دلوقتي؟ انا بحصر ارضي بس، عمق ثابت في المساحه ايه؟ اجيبها ازاي؟ على طول جري وانت واقف ريجون، تختار العمدان وتدوس مسطره، بقوا كلهم نفس اللون اللي فوق. هعمل ايه؟ ريجون بير ماس بروبرتيز، اختار دول وادوس مسطره. اداك الاريا كام اهي؟ 6 متر مربع في ال 4 متر ارتفاع، تدي لك 24 متر مكعب خرسانه مسلحه لزوم الاعمده للدور الارضي بس. اللي انت لو عايز باقي الادوار بنفس الطريقه. اتفضل.